تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة زاكروس الفضائية، وكل عام وأنتم بألف خير. استطلعنا اليوم حول أعمال ليلة القدر وأفضال هذه الليلة، خلينا نشوف آراء الناس، خليكم ويانا. بما احنا في ليله القدر وليالي القدر المباركه، اكو اعمال خاصه بهذه الليله المباركه، ما هي الاعمال اللي يجب ان نقوم بها في هذه الليله؟ والله هي اكو اعمال عباديه واكو اعمال واقعيه. الاعمال العباديه طبعا الصلاه نعرفها احنا، اكو ادعيه نقراها، اكو ايات قرانيه او سور قرانيه من القران، سوره الروم وسوره الدخان وسوره الواقعه. هاي يعني محببات ان يقراها المسلم، بس الافضل هي احنا نعرف الدين بين هو عبادات ومعاملات. العبادات هسه احنا خلصنا منها، نقول خلص كل انسان وطريقته الخاصه وهي كلها مستحبات طبعا. اما المعاملات فهو معاملاتنا صادقه مع الاخرين. تفقدنا واحد للاخر، تفقد الفقراء بيناتنا، المساكين، ابناء السبيل، التلاحم، التراحم بيننا. هذا نحول العبادات إلى واقع فعلي. فهذه الليلة ليلة القدر هي خير من ألف شهر، كما أنزلت في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وكل أمر سلام. إذن معنى يا عبادي أنه هذه الليلة هي تغلق فيها أبواب جهنم وتفتح فيها أبواب الجنة، فتعالوا هلموا إلى الجنة، إلى المغفرة من الله، إلى العمل الصالح، إلى التوادد، إلى الحب، إلى السلام، إلى الوجود. فيجب علينا كلنا نحن العراقيين بالذات أخص أنه يجب أن نتكاتف، يجب أن نتسامح، ويجب أن نتبارك في هذه الليلة. يجب أن يحس أحدنا بالآخر في هذه الليلة بالمودة والحب والاحترام والسلام. والله ليلة القدر بها أعمال خاصة مثل العبادة والصلاة، وقد شرفها الله سبحانه وتعالى حيث أنزل بها صورة من صور القرآن الكريم وجعلها مقتضات لأمر حكيم. قال سبحانه وتعالى: فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فهي ليلة مشرفة من قبل الله سبحانه وتعالى، وأمور العباد يعني الأمور الخيرة للعباد تفرغ في هذه الليلة. والله أكيد هذا اليوم سبحان الله فضله على جميع المسلمين المؤمنين، أنه بهذه الليلة الله سبحانه وتعالى يقول للعبدي تعال لي أريدك. فهاي الليلة اللي يكون واجب على الإنسان أنه يفرغ نفسه لهالليلة هاي، الصلاة، الإيمان، التقى، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى لجميع غفران الذنوب. نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وذنوبكم ويعم الأمن والأمان والاستقرار على شعبنا العراقي. ليلة القدر هي اللي أعظم ليلة يعني برمضان، هي اللي أنزل فيها القرآن الكريم. فتعرف أنت مناسكها وأجواها أنه الصلاة والتسبيح وذكر الله، لأن هي تكون بألف شهر.